حضرتك عضو لجنة التحكيم بجائزة الكرة الذهبية. عاوزين نعرف ايوه الاختيارات بتبقى ايه اساسها ومعمولة ازاي، مثلا الارقام بتاعت صلاح افضل الفترة اللي فاتت، ومع ذلك نلاقي طبعا صلاح رقم 7، مش هقول مثلا الاول، لا رقم 7، ليه مش التاني؟ مش يعني المعايير ايه؟ بالظبط. بص، هو هم اهم 3 معايير اللي هم قائمين في المسابقه دي من زمان جدا. اولها ان الانجاز الفردي او الجماعي، يعني بمعنى حقق بطوله او انجاز مع فريقه او مع منتخب بلاده. الثاني بيبقى موهبه اللاعب نفسها، موهبته وأداؤه في الملعب بالإضافة إلى اللعب النظيف. النمرة 3 الجنرال بيرفورمانس، الأداء العام بتاع اللاعب في مسيرته نفسها والموسم ده كمان بالأخص. فكل الحاجات دي وبيدخل فيها لما بنقول الأداء العام للاعب، اللي هي كمان بيدخل فيها سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، كل الحاجات دي برضو بينظر ليها. فدي أهم 3 معايير.